مفسدات الصوم، مفسدات الصوم. لا حول ولا قوة. نعم، الأكل والشرب عمدا خرج بهذا، ما لو نسي وأكل أو شرب، الأكل أو الشرب. طيب ما جرى مجرى الأكل والشرب؟ أخذ هذه القطعة من المناديل وابتلعها، أفطر، جرى مجرى الأكل والشرب حتى إن كانت تضر أو لا فائدة. شرب خمر، أفطر أم لا؟ نعم نعم أفطر. في عاقل يشرب خمر؟ والله عرض الخمر على البهائم فأبت الشرب منه، والله في عاقل يشرب الخمر؟ في؟ ما في يشرب الخمر، هذا المجنون أحسن منه. نعم والله صحيح. طيب الإبر المغذية هذه تقوم مقام الطعام والشراب، صح؟ نعم. سيروم، سيروم، سيروم. إذا جاء المستشفى وضعوا له السيروم أفطر، لأنه تقوم مقام الطعام والشراب، لكن أخذ حقنة من أجل تخفيف الألم، تقوم مقام الطعام والشراب؟ لا. قطرة العين، وضع قطرة، قطرة في عينه، وجد أثر القطرة في حلقه، أفطر؟ يا أخي، وضع قطرة في عينه وعندما وضعها وجد المرارة في حلقه، أفطر أم لا؟ إخواننا اللي يعرف يرفع إصبعه. نعم يا أخي، أفطر؟ هل رأيت يوم من الأيام أحد يشرب من عينه؟ سبحان الله، رأيت أحد إذا أراد أن يشرب يشرب من عينه؟ ما نجد أحد إذا أراد أن يشرب يشرب من عينه، ممكن أو من إذنه. إذا هذا ليس من المفطرات إخواننا، حتى لو وجد أثارها في حلقه، سبحان الله. أجلس. الأكل والشرب وما جرى مجرى الأكل والشرب أو قام مقام الأكل والشرب. أما قطرة العين، الإبرة التي تكون للألم وغيرها، هذه لا تؤثر. نعم. طيب أوقف، أوقف. أي نعم نعم. ماذا لديك؟ ها، ما شاء الله. وهذا تتكلم عربي؟ طيب أسفل اللغة الفرنسية. نعم الحمد لله. إذا لا تتكلم تقدم، تعال هنا هكذا أحسن. طيب الأكل والشرب وما جرى مجرى الأكل والشرب أو قام مقام الأكل والشرب، الحمد لله غير هذا. نعم يا أخي، الجماع يا أخي ما تصوم؟ فكر. الخي عمدا، الاستمناء يعني تعمد إخراج المني، خرج بهذا، ما لو نام واحتلم. الحجامة فتح الله عليك يا أخي، على قول هو القول هذا، سبحان الله. نعم أجلس. نعم، الردة المحبطة كل الأعمال. نعم، فتح الله عليك. طيب